مشاهدي شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم الان في المباشر من مدينة الدار البيضاء. من الان السيدة اللي ارملة الزوج ديالها كانت توفى في حادث، خلال 3 ديال الوليدات اللي بقات هي المسؤولة والمعيلة الوحيدة ديالهم، خاصة يعني ما عندهاش اللي غيجي وغادي يوقف معاها ويمد لها يد العون ولا غيصرف لها على وليداتها. يعني اللي مخرجتش هي كيف ما كنقولوا جابتها من فم السبع، ما كاينش اللي غادي يوقف معاها، ما كاينش اللي غيجيب لها ولا غيدق بابها. هاد السيدة هادي كانت ساكنة في الأول كيف ما تبعتو في لايف قبل، يعني آخر لايف كان ربما قبل من العيد الكبير، كانت ساكنة في واحد البيت وكوزينة، كانت كتعاني لأن كانت كتهجم على يعني الطوبة، كانت لها حوايجها، وليداتها صغار مرضو، يعني هاد تلات وليدات مازال صغار، خافت عليهم لذلك تحولت جات سكنت هنايا. يعني ملي سكنات كيما كتعرفوا الكرا غمض عينيك حلك يوصل لاخر ديال الشهر، يعني خصك تخلصو. هي ما عندهاش خدمه قاره، يعني على الاقل كتعاون هنا شويه، كدير البيناج هنا شويه، الناس كي اللي قريب منها يعني كيقدر يعاونها في شهر وشهرين لا، ولكن مع ذلك كتبقى دائما كتعيش نفس المعاناه. لذلك كنتمناو من جميع المغاربه من المحسنين اي واحد قدر انه يعاونها بخدمه، يعني خدمه تكون يعني بورقتها بالصالير ديالها يتواصل معاها. كاين اللي بغى انه يعاونها ماديا يعني يوقف معاها، كاين اللي بغى يخلص لها الكري يوقف معاها، يعني هي بغات اللي يعاونها واللي يوقف معاها، بما يعني كبرت على الاقل غير الوليدات اللي بقاو مسؤوليه في العاتق ديالها، وهي ما بغاتش تفرط في وليداتها، بغات توكلهم الحلال كيف ما كنقولوا. هاك اختي حنان، واخا نهضروا يعني ملي توفى الزوج ديالك الله يرحمه، من تما تقريبا تبدلات حياتك كامله. السلام عليكم. اخويا تبدلات حياتي بزاف، يعني تبدلات 10% تبدلات بزاف، يعني وليت محلتك الصير، محلتك الكرا، اكثر هي غير الكرا، وليتي ما كتشوفيش شي فراسك نهائيا، وليتي كتشوفي غير ما كتجي تخلصي شهر لاخر، تجي شهر لاخر، يعني في ديك الدار الاخرى كنت كاري شويه رخيص، يعني كنت كاري ب 24 بالموطو، دابا وليت كاري ب 35000 ريال. وك 24 ولكن كنتي محله. كنت محله بزاف، وهذه واخا هي كبيره واخا مشمشه بالنسبه للدراري على حساب الحساسيه، غالي شويه في الثمن، وانا كنلقى مشكله ما كنلقاش شي ثمن زوين، كيطلبوا لي الضمان. كيقول لي الضمان خصك تكون عندك ورق خدمه، تكوني كتخلصي بالقد والقد، يعني داك الخلاص اللي طالب لي انا عمري شديته في يدي، يعني كنخدم بريكولات عند الناس 150 درهم في النهار، بعض المرات 100 درهم، حتى 200 درهم في النهار. يعني كتجيب هذيك 200 درهم اش غدير لك؟ ما عندها ما دير لك، يعني ما كتجمعيش حتى فلوسك. يعني انت كما كنقولوا غير كتبري كول. غير بريكولات، يعني ما عنديش شي خدمه ديال اللي نقول فيها اوراق وفيها سيري غضمني بها مستقبل وليدات وهذه لي ولا خلصه ولا شي حاجه، ما عندكش نهائيا. ديك الخلصه ديال الاراميل فيها 1000 درهم هي اللي كنعاون بها باش كنكمل فلوس الكرم، ما كنكمل ديك 35 حتى كيغفر لي الله الدوم. ودغيا كيسالي الشهر. دغيا كيسالي الكرا، هذا هو المشكل، يعني كتحس بالشهر دغيا طار. ما كنشرح ما كاع نهائيا، باش شي واحد يعرف مع ان ما عندكش ويجي يعاونك ولا صغير، كيطلبوا منك طلبات بزاف. يعني انا كنطالب من خوتي المحسنين يتعاونوا معايا غير باش ما قسم الله، يا باش نصير عليهم ولا باش نخلص لك ولا بهذه، واللي غيعاونني مرحبا بي، واللي غيتفلى عليا وداك الشيء بلا ما يبقى بلا ما يعيط ليا بلا ما، هذا الشيء اللي كنطالب انا. واخا حنان، كنا اخر مره صورنا معاك قبل من العيد الكبير كنتي ساكنه في هذيك يعني بيت وكوزينه، شنو خلاك هربتي من تما؟ هربت من اخويا على العفن والطوبات، وتكلوا لي حوايجي يعني بزاف الحوايج، ريحه القوادس، ريحه الطواليطات، يعني ما نقولش لك ديال المحلات، حيت هو كاين المحلات الناس عنده طواليطات، كلشي عاطي الحيط، كلشي غمل، كلشي ما نقولش لك وليت سيمانه ولا حاطه حوايجي في الزنقه، يعني بزز باش لقيت الكرا، بزز باش كرات ليا المراه، وهاديك المراه ما كراتش ليا حتى عطيت فلوس صحيحه، يعني تسلف دابا 140000 ريال عندي كريدي هزيتها باش سكنت عند هاد السيده. خاصك دابا منين تردها؟ ما عنديش منين نغرب، واش نخلص الكرا خويا ولا نخلص الناس اللي كيدوا؟ دابا شحال وحده كتعيطي كتقول لي الله يرحمك والدي جيبي لي امانتي، علاش ملي احتاجتنا لقيتينا في الاخر ما عطيتيناش رزقنا؟ يعني المجهود ديالي ما لقيتش، يعني كنطالب الناس تعاونوا معايا، يشوفوا فيا بعين الرحمه ويديروا لي اختهم ويديروا لي بنتهم، يعني هذه هي الظروف اللي عندي، الظروف اللي كنعيش بها. وبالنسبه يعني لهاد البريكولات اللي انت كديري كيعاونوك شويه في يعني المعيشه ديال الدراري في الكرا؟ لا يلاه كافيه غير بها، يعني كيجي ما كيجيش الشهر كتحطي في السكره كتجلسي لها، ما عندكش ما تصيري الدراري، يعني بحال وليتي خدام على الكرا، بحال خدامه غير على الكرا. يعني انا كنطالب اللي غيعاونني يتعاون معايا لا في المصرف وليداتي ولا في الكرا، هذه اللي انا ما طالباش بزاف، يعني بنادم غيتعاون معايا باش ما قسم الله، غير المهم تحيدي داك تخلي وليداتك ياكلوا ويشربوا ويديروا، يعني حتى ولادك بعض المرات ما كتلقايش. ملي كان زوج ديالك مسكين الله يرحمه قبل ما يموت كان هاز شويه كان معاون؟ كنا معاونين، كنت بعدا كان عندي غير وليد واحد، كانوا وليدات صغار كانوا عند امي،
يعني ديك البنيه كانت ما كانتش شاده ليا، يعني ملي توفات ليا الوالده ديالي ما كذبش عليك ضريت بزاف، يعني فيا الاستطاعه ديالي نمشي نسكن في العربيه ونجلس انا عندي دار امي خاويه، ولكن اش غتوقع لي ما كايناش خدمه تما عربيه ما عندكش فاصله وخص الدراري يقراو وخص الدراري يقراو وغنمشيو تما كاين ما كاينش ما تما حنا ما يعرفوش يعيشوا بعدا ما يعني تفوتي الشهاده ما كاينش عندك فين غتحول فين غتقراي، يعني غديو تما غتكرفسي كتقولي لا هما هنا بعدا داخلين المدرسه بعدا كيقراو غيتفهموا لك شويه بعدا ما غديو العربيه غادي يتكرفسوا. واخا النمره 07 النمره ديالي 07 62 44 39 36 يعني اللي بغيتي تساعد معاك اللي بغيت انا كطالب خوتي المحسنين يتعاونوا معايا غير باش ما قسم الله يديروني اختهم يديروني بنتهم هادشي اللي كنتمنى خويا داكشي اللي كاين.